أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة جديدة بنبدأ أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح يوم الجمعة 18/3/2016 وبنتكلم في الفقرة الحوارية الأولى عن زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لقاعة مونستر الألمانية التاريخية وعرض صورة الإسلام الوسطية والحقيقية. في هذا الحوار ستكون معنا أسئلة كثيرة بنطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور أدهم تمام دكتور بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ومن علماء الأزهر الشريف. دكتور تمام صباح الخير الأول. أهلا وسهلا بك يا فندم. رحب بك ضيفا كريما على شاشتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ حوارنا خلينا نروح لتقرير صغير يرصد لأهم ما جاء في زيارة الشيخ الأزهر التاريخية لألمانيا ونرجع معاه مشاهدين الكرام نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم بالتقرير. عكست كلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في البرلمان الألماني التي أجاب خلالها على استفسارات عدد من أعضاء البونستاج عكست العودة القوية لدور الأزهر الوسطي في ظل التشويه المتواصل الذي تسببه الجماعات المتطرفة لصورة الإسلام في الغرب. وألقت كلمة الدكتور أحمد الطيب أمام البرلمان الألماني أيضا بظلالها على مدى قدرة الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر في تصحيح صورة الإسلام التي شوهتها التنظيمات الإرهابية في الخارج خاصة بعدما سلطت الضوء على المفاهيم المغلوطة لدى الإسلام وأبرز معاني التسامح والسلام. وارتباطا بذلك أكد عدد من علماء الدين على أهمية تكرار خطاب شيخ الأزهر بالبرلمان الألماني في عدد من دول الخارج والبرلمانات الأوروبية لتوصيل الرسالة الصحيحة للإسلام وتأكيد أن ممارسات الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة لا تمت للدين بصلة. وأكدوا أن شيخ الأزهر استطاع خلال كلمته أمام البرلمان الألماني أن يقدم صورة صحيحة للإسلام في الغرب وستكون له نتائج إيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة. أكد آخرون أن شيخ الأزهر يجب أن يستمر في نقل الصورة الصحيحة للإسلام نظرا للمكانة الكبيرة للأزهر في قلوب المسلمين جميعا والاحترام الذي يكنه العالم لشيخه لتبنيه الفكر المعتدل الوسطي الحقيقي للدين وبعده عن المغالاة والتشدد على مر العصور منذ إنشائه. يمكن هو ده اللي أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر في زيارته التاريخية لألمانيا أن الإسلام والدين الإسلامي الحنيف هو اللي اتسم بالوسطية وما ينفعش كمان أن احنا نحاسب دين ونحاسب من ينتسبون إليه بفعل بعض أو قلة أو أحد أفراده شوهوا صورة الإسلام عمدا ومتعمدين. دكتور أدهم يمكن فضيلة الإمام الأكبر اتكلم عن الإسلام الوسطي، حضرتك أكيد تابعت الزيارة أهميتها في تصحيح صورة الإسلام في العالم الغربي، كيف ترى هذه الزيارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ثم أما بعد، دعني أولا أقدم خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على ما يقدمه من مجهودات على المستوى العالمي والمستوى الدولي والمستوى المحلي وعلى اهتمام فضيلته بقضية السلام وما يتبع ذلك من محاور. نعم. أما عن حديث فضيلته فهو حديث يستحق الافتخار والاعتزاز، بل يجب أن يوضع هذا الحديث وهذا الخطاب فوق الرؤوس، بل يجب أن يدرس هذا الخطاب في كل جامعات العالم، بل يترجم إلى كل لغات العالم. فاستطاع فضيلته أن يوضح صورة الإسلام الحقيقية وأن يرسم صورة الإسلام الحقيقية في كلمات موجزات. أما عن أهمية هذه الزيارة وهذا الخطاب وهذا الحديث فهو من الأهمية بمكان. نعم. فلا ننكر أن للأزهر دور كبير وأن الأزهر هو القوة الناعمة لمصر في العالم الخارجي. لكن حينما يتكالب أعداء الإسلام والذين يشوهون صورة الإسلام من الشرق أو الغرب لا بد للأزهر أن يتصدى لهؤلاء. وهل فعلا تصدى الأزهر بصورة حقيقية لهؤلاء؟ خير دليل هذا الخطاب الذي قام به فضيلة الإمام الأكبر. نعم. بل ما يبذله الإمام والأزهر وعلماء الأزهر على جميع المستويات كتب تترجم بمختلف اللغات وتوزع في أنحاء العالم، هذه الكتب توضح صورة الإسلام الحقيقية، وما يقوم الأزهر به من بعثات للعالم الخارجي وما يقوم به الأزهر من
تصحيح للأفكار الهدامة والمتطرفة فلا شك أن الأزهر يقوم بدوره. نعم. وإن كنا نحتاج إلى تكاتف ونحتاج إلى همة أعلى من ذلك حتى نتصدى لهذه الأفكار الهدامة، هذه الأفكار التي تريد النيل من الإسلام والمسلمين. طيب، يعني هناك رسائل عدة يعني أكد عليها فضيلة الإمام الأكبر، من ضمن الرسائل دي أكد على أن الديانة المسيحية هي الحاضنة الأولى للإسلام، ولولا ملك الحبشة في وقت سبق لقتل هذا الدين وقتلت هذه الديانة في مهدها. فما رأيك عن تكامل الأديان الذي تحدث عنه فضيلة الإمام الأكبر؟ فضيلة الإمام تكلم عن التكامل بين الديانات السماوية، وهذا ما يوجد في السنة النبوية المطهرة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن بين الديانات السماوية تكامل، فالديانات السماوية جميعا إنما هي جاءت من أجل الإصلاح، إنما جاءت من أجل التعمير، إنما جاءت من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا يتضح في أن الديانات جميعا يحترم بعضها البعض. نعم. فالدين الإسلامي كفل الحرية لأصحاب الديانات الأخرى لهم أن يعتنقوا ما يريدون. نعم. دون أن يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، بل جعلوهم يمارسوا حياتهم الدينية وشعائرهم الدينية. وخير دليل على ذلك حينما أتى وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول جعلهم يمكثوا في المسجد ويقوموا في المسجد بضعة أيام. ليس الأمر كذلك وفقط، بل حينما كان يأتي وقت صلاتهم كانوا يتجهون إلى المشرق ويصلون، وحينما هم بعض الصحب الكرام أن يمنعهم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوهم. هذا هو التكامل بين الديانات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم ألا يتعرضوا لأصحاب الصوامع. نعم. الذين يتعبدون لله جل في علاه. يمكن كمان الدين الإسلامي أكد على حتى عظمة الإسلام في أثناء الحرب، لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا تقلعوا شجرة، ويعني صور كثيرة، لكن هذه الصورة أصبحت الآن مغلوطة في الغرب وحتى في بلادنا في الشرق الأوسط. خلينا كمان أسأل حضرتك عن بعض الرسائل اللي أكد عليها فضيلة الإمام، إن أفعال داعش لا يمكن أن تنتسب إلى دين الإسلام، ولا يمكن أيضا أن تحاسب دين أو تحاسب منتسبوه على فعل بعض الأشخاص. في رأي حضرتك يعني كيف يمكن تصحيح هذه الصورة المغلوطة بسبب هؤلاء؟ أولا لابد من التفرقة بين الإسلام وبين الأشخاص. نعم. الإسلام دين سماوي جاء بتعليمات رشيدة من أجل الإصلاح ومن أجل التعمير، لكن ما يفعله هؤلاء فهذا يأتي من الفهم المغلوط لحقيقة الإسلام. ولو أنهم فهموا الإسلام حقيقة ما فعلوا مثل هذه الأفاعيل. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين السماحة، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ما وجدنا أن المسلمين اعتدوا على أحد، لكن حينما كان يعتدى عليهم كانوا يردوا على ذلك. بل كما تفضلت الإسلام رسم صورة حقيقية جميلة حتى في حالات الحرب، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيشا من الجيوش كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم ألا يقطعوا شجرة، ألا يقتلوا طفلا، ألا يقتلوا امرأة، ألا يحرقوا شيئا. لكن ما يفعله هؤلاء ليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام منه براء. بل هؤلاء لو فهموا الإسلام فهما حقيقيا ما فعلوا مثل هذه الأفاعيل، ولو فهموا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذه الأفعال الخاطئة
التي تودي بالأبرياء والتي تؤدي إلى إتلاف كثير من الأشياء. تمام. طيب لو أكدنا كمان فضيلة الإمام، أكد من بعض أو من ضمن الرسائل أن كلمة السلام في القرآن جاءت أكثر أو 140 مرة، أما كلمة الحرب فجاءت 6 مرات. معلوم أن الدين الإسلامي مظلوم في أوروبا، وهذا بسبب يعني بنرجع هذا الظلم الواقع على الدين الإسلامي في أوروبا لأسباب عدة من ضمنها بعض المنتسبين إليه. كيف يمكن لنا أن نصحح هذه الصورة في الدول الغربية وأن ينعم من يعني يدينون بهذا الدين بصورة حقيقية ويتعايشون بينهم؟ بداية في الإسلام الله تبارك وتعالى جعل اعتبارا للتعامل مع غير المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه الآية كما تفضل فضيلة الإمام نموذجا يجب أن يحتزى، بل قال فضيلته يجب على كل أبناء المسلمين الذين يعيشون في أوروبا أن يضعوا هذه الآية فوق مكاتبهم أو فوق أماكن عملهم، بل نبه فضيلته أن توضع هذه الآية فوق الجوالات. لما؟ هذه الآية تبين حقيقة الإسلام وأن الإسلام